صندوق مصر السيادي يحقق عوائد استثمار 300 مليون دولار. عرض أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي دور الصندوق في خلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية، وأضاف سليمان أن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروع حتى عام 2023 بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، منهم الاستثمارات العينية مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق عوائد استثمار 300 مليون دولار. حق إيجار مبنى وزارة الداخلية حقق عوائد 800 مليون جنيه، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه. ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي وقطاع الزراعة والتعليم والفندقة. وأوضح سليمان أن الهدف الرئيس من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة وإحداث تنوع في الاقتصاد. وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال آخر سنوات.